يزيد من المهلب في يوم من الأيام كان يمشي مع طريقه وعرضت عجوز كبيرة سن فقيرة، فقالت عطنا شيء من ما عطاك الله، ما تدري من هو. فقال اللي عنده عطاه كل النفقة 100 دينار ذهب عطيه. قال اقنعها القليل يا أخي، ما تعرفك عجوز، يقنعها القليل يا أخي. قال إذا كان يرضيها القليل فهو لا يرضيني، وإن كانت ما تعرفني أنا أعرف نفسي. عطها